كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن قائمة 100 لاعب المرشحين لنيل جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب صاعد في أوروبا خلال سنة 2018، ومن ضمنهم لاعب المنتخب المغربي ونادي ريال مدريد أشرف حكيمي. وسيدافع الفرنسي كيليان مبابي عن الجائزة التي أحرزها في العام الماضي، خاصة بعد تألقه اللافت في مونديال روسيا. يذكر أن الصحيفة الإيطالية دأبت على منح الجائزة الفتى الذهبي لأبرز موهبة في الدوريات الأوروبية منذ عام 2003.